البي بي سي. معنا من رام الله مراسل بي بي سي عصام عكرماوي، مرحبا بك عصام. ما هي مخاوف إسرائيل من هذا الاتفاق؟ هناك انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعني كان دائما يتحدث عن ما يسميه بالخطر الإيراني، ويتحدث أيضا عن ضرورة إيجاد جبهة تقف في وجه إيران، جبهة إقليمية. لكن بالأمس فوجئت إسرائيل بأن الاتفاق السعودي الإيراني على إعادة العلاقات الدبلوماسية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد وأيضا نفتالي بنت، أنه إخفاقا شخصيا لبنيامين نتنياهو، واتهموه بأنه يهتم أكثر بالقضايا الداخلية بمصيره بالنسبة لقضايا الفساد التي يتعرض لها، وأنه أهمل مسألة الملف الإيراني. وقالوا إن هذا الاتفاق يعني أن الجبهة التي كانت إسرائيل تعول عليها، جبهة الإقليمية التي تقف ضد إيران، قد انهارت، وحملوا نتنياهو مسؤولية انهيار هذه الجبهة التي يتحدثون عنها. معروف أن إسرائيل كانت يعني تعمل أو تأمل أو تخطط لكي تتقرب من الدول العربية خاصة في الخليج، ودائما يعني استخدمت ما يسمى بالخطر الإيراني من أجل حشد التأييد لمثل التعاون الإسرائيلي العربي الخليجي. وأيضا كان من عندما تم التوقيع على ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية، قيل إن إسرائيل ودول الخليج تتشارك في قلقها من تزايد الخطر الإيراني والتمدد الإيراني في المنطقة. لذلك التصريحات التي أعرب عنها المسؤولون الإسرائيليون أو المعارضة الإسرائيلية بالأحرى تأتي في هذا الإطار. حمدان، شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل بي بي سي عصام عكرماوي.